السلام عليكم. في الفيديو ده عايزين نتعلم غرزة جديدة للمبتدئين. نتعلمها قبل كده الغرزة الهبلة، كل السطور عدة، واسمها الغرزة المرنة اللي هي دي. هنتعلم بعد كده بقى اللي هي غرزة اللي هي سطر وسطر، يعني سطر عدل زي الغرزة المرنة، بس السطر التاني نعمله عدل. يعني هنيجي نشتغل بقى أول سطر، ودي جزء أول جزء احنا عاملين بقى كله ده عدل مثلا. هنشوف بقى نعمل سطر مقلوب ازاي. نعمل السطر المقلوب، ندخل بدل ما كنا في السطر العدل أو الغرزة العدلة بنعمل الغرزة كده، ندخل الإبرة من فوق لتحت كده كده، لا هندخلها كده، الإبرة ناخدها من تحت لفوق بحيث يجي وشها كده ناحيتنا، والخيط نلفه حوالين الإبرة من فوق كده كده. نشتغل كده خلاص. كنا الأول العدلة بنعمل ايه، ننزل الخيط تحت كده لتحت، ناخد الغرزة كده. شوف بقى الاختلاف هنا في الغرزة المقلوبة، نطلع الخيط ناحيتنا كده لفوق دايما، وناخد الغرزة كده نلف برضو الخيط حوالين الإبرة في الإيد اليمين، نحاول نطلعها من على الإبرة الشمال. اهي الغرزة على الإبرة الشمال، باخد بإبرة اليمين والخيط فوق هنا قصادي مش لتحت كده، ولف الخيط حوالين الإبرة. اللفة اللي لفيتها دي أحاول أطلعها من الغرزة اللي على الإبرة الشمال وأسلتها بعد كده تاني اهو. يا رب تكون واضحة ليكم الصورة. أقرب اهو الخيط قصادنا فوق مش لتحت، دي الغرزة اللي هيبقى الخيط لتحت كده، واخد الغرزة كده، لا هنا انا بطلع الخيط لفوق قصادي فوق اهو باين، واخد الغرزة من تحت لفوق، الابرة كده تبقى في وشي ظاهرة، الف واسلتها تاني. خلصهم كلهم اهو، هحاول اكرر قصادكم سطر كله مقلوب. الغرزة هنا مش مظبوطة اهي، اظبطها كده. حاولوا بقى تعرفوا شكل الغرز بعد كده، تعرفوا شكل الغرز، الغرزة عدلة ازاي، مقلوبة ازاي، بالخبرة بقى. بس احنا كده بنتدرب اول حاجة الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. السطر كله غرزة مقلوبة، نظبط بس الغرزة شكلها مش مظبوط. اهي ده سطر كله مقلوب، دي الغرزة المقلوبة. السطر اللي بعده هنعمله عدل عشان تشوف الفرق بقى ما بين العدلة والمقلوبة. انا هنا بظبط الغرزة دي بس، يعني ممكن تكون السلة خدتها بطريقة مش مظبوطة اهي. عندنا السطر كله مقلوب. ابص بقى الف من الناحية التانية من الشغل، هلاقي شكل الشغل عامل ازاي. لما انا عملت الظهر مقلوب بانت الغرزة العدلة معايا، بدأت تبان غرزة السنبلة قصدي، او الغرزة اللي بيقولوا عليها الجيرسي. يبقى سطر وسطر نتيجته بيديني غرزة جيرسي، هتبتدي تبان اهي. اول ما اشوفها عدلة كده من ناحية اللي بانت الغرزة لها طرفين كده يمين وشمال اهي، يبقى اشتغل السطر ده عدل بقى. هرجع اشتغله عدل اهو، خد بالنا بقى اشوف الفرق بين المقلوبة والعدلة. الفتلة تحت باخد الغرزة كده، الابرة كده اليمين بحطها على الغرزة اللي في الايد الشمال، على الابر الايد الشمال خدها من فوق، الإبرة من فوق لتحت كده نزلها لتحت وصلت خيطي تحت. شفت الفرق ما بين الغرزة المقلوبة والغرزة العدلة، تبتدي تبان بقى معايا غرزة الجيرسي أو غرزة السنبلة، هتبتدي تظهر هي بتطول. شفت الفرق بينها وبين الغرزة المرنة اللي عملناها قبل كده، غرزة السادة بيسموها غرزة سادة.
اشتغل بيها اغلب التريكو. دي من اشهر غرز التريكو، غرز السادة او السنبلة او الجيرسي، اسامي كتير. غرز العدلة شفتوا بلف ازاي، ادخل كده والف الخيط حول الابرة واشد واستسلم. يا رب يكون المبتدئين لسه يتعلموا، يعني بيتعلموا يتعلموا معايا ويكونوا فاهمين، يفهموا طريقة الشرح. ولو في أي سؤال أنا مستعد يسألوا، يقولوا المشاكل المشكلة معاهم في الشغل، يعني هما بيتعلموا. ابتدت تبان معانا هي غرزة السنبلة، شفتوا يا جماعة عاملة ازاي على شكل في كده، بتتكون كل غرزة لها طرفين كده. الظهر اللي ورا بقى، شوف الظهر شكله عامل ازاي. ادي الظهر معايا، الظهر تقريبا الظهر تقريبا شكله قريب من غرزة المرنة، بس بيبقى الغرز بارزة كده تحت بعضيها، لكن في الغرزة المرنة بيبقى في سطر كده بارز وسطر شبه غرزة السنبلة كده في النص. شايفين الفرق؟ انما ده غرز بارزة كده تحت بعضها، ده السطر المقلوب. اعرف ان انا هعمل هنا الغرزة المقلوبة، او السطر ده هيبقى كله مقلوب. ارجع اعمله تاني كله مقلوب زي اللي كان قبل كده، يبقى سطر كده وسطر كده. ادي ناحية المقلوب اهو، بعمل كله مقلوب، واعرف ان انا هعمل عدل من ناحية العدلة من وش الشغل اللي هو ناحية غرز السنبلة اللي هي باينة معايا دي. من هنا أعمل عدل، ومن ناحية ده الظهر أعمل مقلوب. بس يا رب تكونوا فهمتوا الطريقة وتنفذوها. ولو في أي مشكلة أو عندكم أي ملاحظات على الفيديو وطريقتي في الشرح، عايزين مثلا التصوير أحسن من كده، عايزين يكون معرفش، يعني أي طلب ليكم أنا مستعد. شكرا ومع السلامة.